ببلاد عز وشموخ وقيادة سامية، تشهد المملكة قصة تاريخية بسواعد قوية. سطروا المجد بكفاح وعزم جاد، وبنوا مستقبل مشرق في وئام واستقرار. عهد طويل من العطاء والإنجاز، أمجاد تتمازج فيها التقنية بالثقافة بشكل غير عادي. ثورة تقنية تضيء السماء بأمل وشراك. في هذا المشهد تبرز شركة كبيرة، شركة يونيفونيك. نجاح لامع يسطع بين السحاب في سماء الإنجاز. شركة تقدم حلول تقنية بكفاءة وفهم عميق، خلت التواصل والأعمال أكثر سلاسة. صاغت خدمات رقمية تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات. صارت التقنية عون لتقدم الوطن. نسابق اخطانا في درب النجاح، شركاء في الإبداع والتميز. نعبر بكل فخر واعتزاز نحو مستقبل واعد، نسعى بثقة وتفاؤل. فكل عام والمملكة بأمان وسلام، وكل عام ومسيرتنا ترتقي بعطاء وتكاتف. ملك ووطن وشعب واحد، نبني المستقبل بقلب وروح، نحلم ونحقق الأماني بثبات وعزيمة.